السلام عليكم إخواني أخواتي مرة أخرى، مرحبا بكم معنا اليوم في المدينة الجميلة والرائعة، مدينة حد كورت. مدينة حد كورت توجد بإقليم سيدي قاسم، ما بين مدينة مشرع بلقصيري ومدينة وزان. احنا الان في الدخله ديال مدينه حد كورت، في هذا الشارع الرائع والرائع جدا. هنا كاين السوق الاسبوعي ديال مدينه حد كورت، لا يعمر غدا ان شاء الله. كنظن الصوره ما كتبان لكمش واضحه، لان الاشعه ديال الشمس ضاربه فينا هنا مباشره في الباربريز ديال الطوموبيل، هادشي علاش الصوره ما كتبانش واضحه. ولكن احنا غندخلوا غنفوتوا غير هاد الشارع، كنظن الصوره تولي تبان واضحه. هنا كاين ستاسيو افريقيا، حد كورت فيها جوج ديال لي ستاسيو، فيها ستاسيو افريقيا، فيها ثلاثة، فيها ستاسيو افريقيا، فيها زيز، فيها اوليبيا سابقا، دابا عرفت شنو السمية ديالها، عندها واحد السمية باقي ما دخلتهاش للذاكرة ديالي، ربما الان كتبان الصورة واضحة. هنا كاين دار الشباب، هنا الدارك الملكي، لان حد كورت فيها الدارك الملكي ما فيهاش الامن الوطني. وبالنسبة للبنوك، فيها البنك الشعبي، قرض الفلاحي، والبريد بنك يعني البوسطة. ومدينة حد كورت فهي منطقة فلاحية بامتياز، يعني والأراضي ديالها بورية ماشي سقوية. الفلاحة ديال المنطقة هنا عندهم، كتلقى عندهم أراضي كثيرة، يعني من 20 قطار فوق، يعني 20 30، كتلقى عنده حتى 200 300 قطار، ولكن أراضي بورية ماشي سقوية. وكاين بعض المناطق اللي الحمد لله وصلها السقا، يعني ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل، ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل ان شاء الله. كاين بعض المناطق اللي هنا في حد كورت يعني راه تجهزوا الان بالسقوي، وغيكون السقا عباره عن تنقيط بالقوتاقوت. هاد الشارع كيتسمى شارع النصر،
يعني مدينة حد كورت بالمقارنة مع السنوات الماضية، هذه تقريبا واحد 10 سنوات الأخيرة، يعني حد كورت تقدمت بزاف، لا من ناحية الطرق ديالها ولا من ناحية البني، يعني تزاد فيها البني. هاد الشارع حتى هو عرف واحد الرواج مهم في هاد الشارع هذا مؤخرا، ولاو فيه قهيوات هنا على القهوة، هنا قهوة الطلياني، وكاين بعض المقاهي اللي هنايا، وكاين الدروكريا الحوانات. الطريق اللي غاد منها دابا كاين هنا من ما بين حد كورت ومدينة سوق أربعاء الغرب، كاين واحد الطريق هنا مختصرة اللي ما كتجاوز تقريبا واحد 14 ديال الكيلومترات، يعني 14 كيلومتر من حد كورت لسوق الأربعاء، هي هاد الطريق اللي غاد منها. غنحاولوا نوصلوا حتى للكروازمة باش نشرح لكم بالضبط بالنسبة للناس اللي بحد كورت، اللي جا لحد كورت وما عارفش وباغي يمشي لسوق الأربعاء، يعني بلا ما يدير ديك الطريق يمشي لمدينة مشرع بلقصيري اللي فيها 39 كيلومتر، وعاد من بلقصيري لسوق الأربعاء 14، يعني غتولي 43 كيلومتر. إذا من هنا لحد كورت لسوق الأربعاء كاين واحد الطريقة هي مختصرة فيها 14 كيلومتر، وطريق مزيانة يعني صلحوها مؤخرا، لهذا نحاولوا نوصلوا حتى الكروازمة اللي يعني ندورو الطريق ديال سوق الأربع، ونقول لكم بالضبط من هنا لسوق الأربع شحال بالضبط. هذه كلها مناطق في لحية كتبها لكم هنا، يعني في شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة كتكون واحد المناظر خلابة، هنا واحد المناظر كتكون مناظر روعة. نتمنى ان الاخوان اللي باغيين يكتشفوا هذه المنطقة ديال حد كورت يجيو في فصل الربيع، فصل الربيع كتكون هنا المناظر. كما قلت لكم اخواني المنطقه ديال حد كورت يعني مشهوره كتمتاز بالفلاحه، الفلاحه البوريه، ومشهوره كذلك بالكفته، يعني الكفته هنا ديال حد كورت مشهوره بزاف، اللي كيجي لحد كورت لابد انه خصو ياكل الكفته ديال حد كورت، واللي جا لحد كورت وما كلاش الكفته ديال حد كورت راه ما جاش لحد كورت. واللي بغى يجي لحد كورت مرحبا به، مرحبا به يجي يسول، انا بالضبط كاين في حد كورت، المعلومات ديالي كاين في القناه، مرحبا باي واحد بغى يجي يكتشف هذه المنطقه هذه.
هاد الجماعه اللي دزنا عليها كتسمى جماعه مولاي عبد القادر، كاين هنا في هاد الطريقه هادي جماعه مولاي عبد القادر، حتى هي كتنتمي لاقليم سيدي قاسم ودائره تلال الغرب. هذه هي المنطقه اللي وصلها السقا، هاد المنطقه هادي كامله راه وصلها السقا، يعني ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل هاد المنطقه هادي غتستافد من السقا. اذا احنا قربنا للكروازما هنا، انت في البلاكه كنلقاو اتجاه ديال سيدي عمر الحاضي، وكنلقاو اتجاه اخر ديال سوق اربعاء الغرب. هنا ملي كنوصلوا لهاد الكروازما، اللي بغى يمشي لسيدي عمر الحاضي راه كيمشي نيشان سيدي عمر الحاضي، واللي بغى يمشي لمدينه السوق الاربعاء كيدور على اليد اليسار هكا، راه سوق اربعاء الغرب. هما راه دايرين هنا في الطريق الوطنيه 42 38، هنا دايرين 24 كيلومتر ولكن ما واصلاش 24 كيلومتر. اذا هذه هي الكروازما اللي شحال من واحد كيكون غادي في اتجاه سوق الاربعاء، واخا كاين البلاكه كيغلط كيمشي للاتجاه ديال هذه. الطريق راه مزيانه ومختصره ومصلوحه. يلا اخواني تحياتي لكم ومع السلامة.